طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في استوديو صنعاء. ممارسات وتصرفات دخيلة على المجتمع اليمني باتت تنتشر بكثرة في الشوارع والأحياء التي تتواجد فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وبات ملموسا في معظم هذه المناطق. حتى النساء لم تسلم من عبث وجرائم الميليشيا التي طبعا تحرض اليوم تصريحا وتلميحا في أكثر من واقعة، بدأتها بموضوع أنه الاختلاط وخروج النساء وكذا. اليوم هناك استهداف مباشر للنساء من خلال هذه السرقات بالإكراه. طبعا هذه التصرفات دفعت اليمنيين للمشاركة بفاعلية في مواجهة سلوك الميليشيا المتطرف وفكرها الضيق، في إطار معركة كاملة وشاملة، منظومة من المعارك التي يحقق فيها كل الأبطال وفي كل الجبهات، معارك فكرية، معارك عسكرية، لابد أن تتحقق فيها كل هذه الانتصارات التي نشهدها اليوم نتيجة لارتفاع مستوى الوعي. تخيل أن تذهب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة سرقة أو كذا، فتفاجأ بأن السارق هو نفسه المشرف الذي يدير هذا القسم ويقوم بعمل الإجراءات. ما الذي ستقوله؟ هذه واحدة من الكوارث التي حلت بالبلد في ظل حكم الميليشيا الكهنوتية التي انخدع الناس كثيرا بها. سرني أن أستضيف حلقة اليوم المهندس أنور العامري، الناطق السابق باسم شركة النفط، والزميل في فريق الإعلام بجبهة الساحل الغربي. أرحب بك أنور، وبداية هذه التحشيدات التي تقوم بها الميليشيا تواجهها أيضا تحشيدات من قبل قوات المقاومة الوطنية بحماس كبير في معركة الخلاص الوطني. قراءتك بداية لهذه التحشيدات. طبعا أولا أحييك أخي عبد الوين، وأحيي جميع الزملاء، وأحيي مشاهدين قناة اليمن اليوم الفضائية العزيزة. طبعا التحشيدات كما ذكرت بالنسبة للعصابة الكهنوتية السلالية هي الحديدة، سقوط الحديدة أو خسارة الحديدة هي بالنسبة لهم خسارة مصيرية. إذا خسروا الحديدة هي المنفذ أو الباب الخارجي للعالم الخارجي، هي المنفذهم الوحيد لاستلام إما السلاح أو إما المعونات التي تصلهم من إيران ومن قطر، هي المنفذ الوحيد لاستقبال المعونات الطبية والمعونات أيضا الغذائية التي يقوموا بالاستيلاء عليها وبيعها للمواطنين بأسعار باهظة، هي أيضا منفذهم الوحيد لاستقبال المشتقات النفطية وأيضا بيعها واختلاق الأزمات من فترة لأخرى لبيعها والمضاربة في أسعارها. لذلك هي بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت، مسألة مصيرية، هي الباب الاقتصادي والمنفذ الاقتصادي الوحيد، وهي أيضا قضية مصيرية بالنسبة لأبطال المقاومة الوطنية. لا يمكن التراجع قيد أن معركة الحديدة هي بداية لمعركة صنعاء، ولن يتم التراجع مهما بلغت قرار استعادة الجمهورية واستعادة ثوابت الجمهورية ونظام الجمهوري والبلد بالكامل اتخذ ومنذ أول انطلاق أول رصاصة من قبل حراس الجمهورية والمقاومات الوطنية في الساحل الغربي خلاص كانت نقطة الصفر انطلقت وتم التحديد، لا يوجد تراجع بعد أول رصاصة. وقوات المقاومة الوطنية ليست طرفا في أي حوار أو في أي مفاوضات، لا علاقة لها بما يجري. من يثق بالحوثي فليتحاور معه ويتحمل المسؤولية. نحن جربنا كل الوسائل السلمية مع هذه العصابة، اتضح أنها تغدر بكل من يتحالف معها، كل من يعاهدها تغدر به في اليوم الثاني. يعني إذا اتفقت معه اليوم على هدنة، اليوم الثاني يتقدم 5 كيلو. نعم، هذا ديدن هذه الجماعة.
هو لا يمكن أن يمد يد السلام إلا إذا كان يريد أن يأتي بتعزيزات جديدة أو أنه يحاول يعزز من موقفه أو يهرب. من سيقوم بالحوار هذا لا يمثلنا، يمثل نفسه فقط ويتحمل كامل المسؤولية. قوات المقاومة الوطنية ليسوا ناس جاءوا في رحلة سياحية، هؤلاء ناس تركوا بيوتهم، صودرت رواتبهم، صودرت كل حياتهم، كل طموحاتهم، كل آمالهم في البلد صودرت، لم يعد لديهم سوى معركة الخلاص لاستعادة البلد واستعادة مستقبل أولادهم. هو طرفان أخي عبد الولي، هي طرفان الآن، طرف يحاول المحافظة فقط على الأموال ويحافظ على المنفذ الذي يدر عليه الأموال، وطرف يريد أن يعيد كرامة المواطن ويستعيد الثوابت الوطنية ويستعيد الجمهورية ويعطيها للشعب الذي هو أصدر مصدر الحكم الرئيسي لهذه البلد. اليوم أنور الميليشيات تطلب من التجار ضرائب للسنة القادمة التي لم تأتي بعد. يعني هو أنا في باعتقادي أنه هذا السلوك هو محاولة لأخذ كل ما يستطيعون من الأموال، نهب ما يستطيعون من الأموال من الناس قدر. نعم. قبل الرحيل، قبل هروبهم. نعم، يحاولوا يعني سحب أو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأموال التي يستطيعون. هم يعلمون بأن فترتهم أصبحت قصيرة جدا. أيضا هناك توضيح أخي العزيز، بالنسبة لجماعة الحوثي الآن هي تريد أن تجنح للسلام أو تجنح للمفاوضات، ولكن لا قبول للمفاوضات معها، ولكن هي تحاول الآن الاستنجاد بالأمم المتحدة وبالولايات المتحدة الأمريكية التي هي تكذب بالصرخة التي تتلوها دائما بأنها ضد أمريكا، ولكنها هي تستجديهم الآن لمحاولة جلب الجميع للتحاور والمفاوضات. طبعا هم الآن أي أمريكا التي تتحدثون عنها؟ ربما لدينا في الأرشيف صور لعبد الملك الحوثي وهو يتناول الطعام مع السفير الأمريكي، على من يضحكون؟ بإمكان إظهار هذه الصور، هذه ليست جديدة وليست، على الأقل يحترموا عقول الناس. ناس خلاص منهم من هذا الكذب، هم قبل غيرهم يعلمون بأن هذه كذبة، ولكن يحاولوا فقط استعطاف الناس بها. الصرخة هذه التي يقوموا بتلاوتها من فترة لأخرى هي فقط لاستجداء الناس، لاستجداء عواطف الناس. الشعب اليمني للأسف شعب عاطفي جدا، لذلك يستجدوا أو يحاولوا استعطافه إما دينيا أو إما بالثوابت القومية والمناهضة، وهذه كلها أساليب رخيصة تم التشبع منها، وهناك الكثير ملوها وفهموا كذبتهم هذه بالكامل. كما ذكرت لك أخي العزيز، الآن محاولتهم للقيام أو للوصول للمفاوضات، طبعا هناك طرف عسكري سيرفض هذه المفاوضات من قبل الجماعة هذه ومن قبل هذه العصابة، نظرا للتحشيد الذي تم به، ونظرا أيضا للفكر الجهادي والفكر الثقافي الذي تشبع به من قبلهم، من قبل دوراتهم الثقافية هذه. سيرفض هذا الجناح العسكري أو هذا الجناح الحربي سيرفض الوصول أو التفاوض، لذلك هم الآن يزجون بأكبر عدد من هذه القيادات إلى هذه المعركة للتخلص منهم. هم الآن كما نقول، كما يقال، يعني القطة السلالية تأكل أبنائها، هي تزج بأبنائها. في قصف حصل قبل يومين لأحد المخابئ لهذه الميليشيا التي كانت تتمترس فيها، فوجئ الناس بكميات كبيرة من الأموال تتطاير وقد أصابها الحريق. نعم. هذه أيضا فيما الناس يموتون جوعا لا يجدون قوت يومهم وهم يخزنونها في البدرومات. تأكد أن العمل الذي يتم الآن لا يتم فقط عمل عسكري، ما يقوم به الآن قوات المقاومة وقوات الحرس حراس الجمهورية هذه ليست فقط أعمال لا تكون فقط في الجناح العسكري، هناك عمل سياسي وعمل استخباراتي يتم بشكل كبير جدا. أخي عبد الولي، هناك رصد كبير جدا لجميع مشرفيهم والأغلب مشرفيهم والقاداتهم، هناك رصد. الآن قريبا بإذن الله تعالى سيتفاجأ الحوثيين من قوة الرصد والاستخباراتية الحاصلة والموجودة والاستهداف الذي سيكون بالنسبة لمشرفيهم
سيتفاجئون جدا من قوة الاستعداد. هناك أيضا من مشرفيهم بنفسهم من قاموا بالبيع ومن قاموا أيضا بمحاولة تقديم التنازلات وتقديم أيضا معلومات استخباراتية كبيرة جدا مقابل السماح له بالهروب هم وأبنائهم. سيتفاجئون عما قريب إن شاء الله بكل هذه الأحداث. نعم. إذن تعليقك على انتشار هذه الأعمال الإجرامية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي وأيضا يعني ضلوعهم فيها. طبعا تعلم أخي العزيز بأن هناك هم قاموا كما تعلم السجون قاموا بإخراج مجرمين من السجون حتى بمن من 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 عليهم جرائم قتل قاموا بإخراجهم من السجون وقاموا بمقايضتهم أيضا بأنه يذهب للجبهة مقابل أن يتم الإفراج عنه. ذهبوا بعضهم منهم ذهبوا إلى الجبهات لفترات من شهرين من 3 أشهر وعادوا لارتكاب الجرائم في العاصمة وفي بقية المدن. الجريمة التي حصلت مثلا قبل يومين للأخت الفاضلة التي قام هذا السارق بسحب الشنطة منها وضربها بشكل يعني مقزز الذي استثار عواطف الناس بالكامل على رصيف الأسفلت. هذا لديه أكثر من 13 جريمة وفي كل مرة يتم الإفراج عنه. هناك الكثير من المجرمين هم شركاء لرؤساء الأقسام هم شركاء لمشرفين أيضا من الحوثيين يقوموا بإخراجهم من فترة الأخرى يقوموا بالتقاسم معهم بالغلة الموجودة. الآن موسم بالنسبة لهم رمضان وعيد موسم الكثير من النساء الكثير من الأشخاص يخرجوا بأموال لشراء بعض الأغراض أو حاجيات العيد. هم يعلمون ذلك يقوموا بنهب ونشل الناس وسرقتها والتقاسم مع هؤلاء المشرفين ومع هؤلاء مدير الأقسام للأسف الذي باعوا القسم والولاء الوطني من أجل هذه العصابة السلالية. نعم هم ربما الكثير منهم لم يعد بأيديهم شيء. في فترة من الفترات كنا نتحدث أنه لابد أن يكون هناك تحديد للمسؤولية أما المشرفين أو مدراء الأقسام الخريجين وكذا. طبعا هذا الكلام كان يرفض لأنه كان يريد أن يأخذهم كواجهة. يعني عندما تحدث شيء يقول لك لا إحنا فقط إشراف هذا عمل مدراء الأقسام. تجي عند مدراء القسم يقول لك أنا ما أستطيعش أحرك طقم الشرطة يعني للقبض على مطلوب أي مواطن إلا بأمر أو بتوجيهات من هؤلاء المشرفين الذين هم اليوم من يسيطرون على البلد. لم يعد لديهم أي شماعة لم يعد هناك مؤتمر ولم يعد هناك أي شركاء في السلطة. أصبحت السلطة اليوم حكر عليهم. عندما يتحدثون عن الأمان هم يتحدثون عن قبضة حديدية على من يكتبون في الفيسبوك من يحاولون رفع أصواتهم هنا أو الاعتراض على سلوكيات هذه الجماعة أو هذه العصابة. تكميم الأفواه. نعم نعم هم يعتمدون على تكميم الأفواه بشكل كبير جدا. عند انتفاضة 2 ديسمبر رأينا بأنهم أوهن من بيت العنكبوت في خلال يعني في أقل من يوم في خلال ساعات استطاع الشعب فقط والمواطنين الاستيلاء على هذه الأقسام بالكامل. قاموا بتسليم أسلحتهم وقاموا هروب. هم أوهن من يعني في 3 أشخاص استلموا محافظة بالكامل. نعم 3 أشخاص. نعم أخي عبد الولي هم أوهن من كل ذلك ولكن للأسف فقط إعلاميا هم يروجون لأنفسهم يروجون بالخوف يروجون بالقتل يروجون بالتفجير للذب الخوف في قلوب الناس ولكن هم أوهن من ذلك بكثير. هم يعلمون ذلك والناس أيضا تعلم ولكن لا زالت الناس تنتظر فقط وصول قوات الحراس الجمهورية فقط لمشارف الحديدة وسترى الانتفاضات التي تتتالى إن شاء الله ستتوالى في جميع المحافظات بإذن الله تعالى وستسقط هذه العصابة السلالية أيا كانت وفي أي مكان كانت لابد أن تسقط. فإرادة الشعب لا يمكن أن إيقافها أبدا. نعم إذن سنبقى في الجانب العسكري. استقبل أبطال القوات أبطال المقاومة الوطنية مجاميع جديدة انضمت إلى جبهات المواجهة بعد تدريبها تدريبا عاليا في معسكرات التدريب التابعة لقوات المقاومة الوطنية المشتركة. نتابع هذا التقرير. يحبس العالم أنفاسه ويترقب معركة الخلاص الوطني. إذن أنور إذن ملاحم بطولية يحققها أبطال القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها. عندما نتحدث عن القوات المسلحة هي تعبير شامل عن كل فصائل المقاومة اللي نتحدث عنها يعني
حراس الجمهورية، المقاومة التهامية، المقاومة الجنوبية، كل من قوات العمالقة، كل من يشارك في صناعة هذا الحدث التاريخي العظيم. أنور، إذن الإقبال المتزايد على الانضمام على هذه الجبهة الوطنية، ما قراءتك له؟ الناس أصبحت في مهب الريح، يعني خلاص لا يوجد أي منفذ لهذه للناس من هذه العصابة. الجميع كان في هناك تردد كبير يمكن في السابق عندما بدأت قبل بدء المعركة، لذلك تم تجميع اللواء أو اللواء الأول للحراس الجمهورية بشكل كبير، يعني طويل جدا، وتم أيضا تدريبه بشكل عالي جدا وكبير واستمر لفترة طويلة. أيضا حراس الجمهورية اختصت فقط من هم في السلك العسكري وفي السلك في الحرس الجمهوري، أو من كانوا في الحرس الخاص أو في الأمن المركزي. كانت تحرص بشكل كبير جدا على أن يكون المنتسبين لألوية حراس الجمهورية من الجبهات العسكرية ناس على قدرة عالية من التدريب، على وعي كامل بالانضباط العسكري. أيضا قاموا بإعطائهم تدريبات أيضا مكثفة وأيضا بالانضباط العسكري، فالمعركة أكثر أهمية للمعركة هو الانضباط العسكري. وبالفعل بعد تحرك أول لواء للحراس الجمهورية وبعد انطلاق المعركة وضرب أول رصاصة، بدأت الناس تستشعر بالخير. بدأت بعد انتشار المقاطع لانتصارات المقاومات الوطنية والعمالقة وحراس الجمهورية، بدأت الناس تستبشر. ذهب الكثير وتوالى الكثير من أبناء القوات المسلحة لهذه للجبهة للمشاركة مع إخوانهم في تحرير الوطن من هذه العصابة. استبشر الجميع خيرا، والجميع يريد أن يكون ضلعا ومشاركا وبطلا في هذه المعركة. نعم أنور، إذن هناك أيضا معركة في الجانب الآخر، هي معركة حقوقية، الناس بلا رواتب سنتين، فيما هذه الجماعة تعيث في الأرض فسادا. أنت من أهم المتابعين الذين وثقوا لجرائم الفساد التي ترتكبها هذه الميليشيا. نعم. لو أعطيتنا بعض الخلاصات، هناك الكثير من الوثائق التي تحصلنا عليها. نعم حصلنا. نعم. اليوم كنا نريد أن نتحدث مطولا عن الفساد، ولكن أعتقد لن تكفي حلقة أو حلقتين. صحيح. حول هذه سنأتي عليها، خصوصا أن فساد هذه العصابة لا يتوقف، مستمر غير متوقف. نعم. نعم. نعم أخي العزيز، بدءا بالأزمة الحاصلة حاليا، تتمثل هذه الأزمة حاليا هي في حول نقطتين أساسيتين. أولهما اتفاق قيادة الشركة مع التجار بأن تقوم الشركة ببيع المواد للوكلاء وللمصانع. طبعا الشركة هي شركة النفط، عندما أتحدث عن الشركة. نعم أتحدث عن شركة النفط اليمنية، كونها كانت الصرح الاقتصادي العملاق للوطن بالكامل، ولكن الآن تم الاستيلاء عليه. قامت شركة النفط أيضا بممثلة يعني بقيادة الشركة للأسف بالاتفاق مع التجار. أولا اتفقت مع التجار على أن يتم البيع ب 335، أي بسعر الدبة ب 7300. للأسف لم يقبل ب 6700، لم يتقبل التجار وقاموا بالالتفاف على هذا الاتفاق. ومن ثم تم الاجتماع في محطة الحثيلي، ولم يخرج مدير الشركة من هذا الاجتماع إلا وقد أغلقت العديد من المحطات. لذلك تم الاتفاق لاحقا على بيع الدباب بسعر 7300، وأيضا لم يلتزم التجار. هناك تغاضي كبير جدا من قبل قيادة الشركة ومن قبل التجارية على هذه يعني على هذه الالتفافات التي تقوم بها ويقوم بها الوكلاء والتجار. هناك أيضا إعطاء فرصة كبيرة جدا لتجار محددين بالشركة. هناك شركة أخي العزيز أريد أن أذكر لك هذه الشركة، ويجب أن نستطرد حولها القول يعني بشكل كبير جدا. هذه شركة آزال. شركة آزال هذه يتبقى معنا يعني الحديث عنها، معنا الكميات التي تخرج من المنشآت بشكل يومي وليست جميعها بأوامر خاصة بشركة النفط، وهي
شركة تابعة وهي تابعة لشركة آزال. شركة آزال هذه تحمل بشكل يومي تخيل. هذا قطاع خاص طبعا. نعم سأعطي لك قطاع خاص ولمن تتبع. طبعا هو كما يدعون بأنها تتبع لأحد مشرفيهم باسم أبو فيصل، إلا أنه هذا فقط غطاء، هذا أبو فيصل هو مشرف للموقع الموجود هناك، الموقع بالكامل للمنشآت، ولكن هذا هو غطاء فقط. هذه الشركة تتبع لأحد مدراء شركة النفط السابقين، مع أيضا أحد هوامير من المجلس السياسي الأعلى، وأيضا من اللجنة ما كان يسمى أو ما يسمى باللجنة الثورية العليا. هذه الشركة يعني أعتقد أنه اليوم مطلوب أن احنا نفضحهم بالاسم. نفضحهم بالاسم، يعني محمد علي الحوثي معروف بأنه هو الطرف الأساسي، أيضا كان الصماد، الحين ربما أصبحت ملكا للمشاط. كما ذكرت لك هذه الشركة تقوم بإخراج كمية ما يقارب أو أكثر من 1,000,000 لتر يوميا ما بين ديزل وبنزين. أين تذهب ومن أين لها أصلا هذه الكميات؟ هذه الشركة هي الشركة المحتكرة أو الشركة التي يتم التي تستلم الكميات الكاملة الخاصة بالمعونات التي تقدم من إيران، 50,000 طن الشهرية التي تقدم من إيران. هذه الشركة تقوم باستلام هذه الكميات وببيعها بالكامل في السوق التجارية، تقوم بسحب هذا 1,000,000. أيضا هذه الشركة هي المخولة لسحب عمولات من التجار وأيضا وسحب من أرصدة التجار. طبعا لا تسحب العمولات، لا تسحب نقديا، وإنما تسحب مقابلها كميات من المشتقات النفطية. تقوم هذه الشركة بتخزين هذه الكميات الهائلة في أحواش وفي مستودعات خاصة فيها لا نعلم أين، في عدة أحواش متواجدة في أطراف صنعاء. هذه الشركة طبعا هي لها الأسبقية. نعم بتعطى أولوية في كل الحصص. طيب أبقى معي مش مهندس، معي أيضا على الهاتف دكتور عبد الرحمن أحمد ناجي من مركز الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية بجبهة الساحل الغربي. أرحب بك دكتور، وبداية الجديد في مواجهة جبهة الساحل. أهلا وسهلا بك، أولا كل عام وأنتم بخير وخواتم مباركة. طبعا صحة وسلامة يا رب. في ختام شهر رمضان المبارك، أعرف أن هناك تلهف لدى الشعب اليمني ربما بأكمله من أقصى إلى أقصى في معرفة كل جديد. قناة اليمن اليوم تغطي تقريبا في نشرات الأخبارية كل ما يرد إليها عن طريق المراسل عبد الوهاب المران. يتم تغطية كل ما يحدث أول بأول في هذا الجانب. الحديدة هي الهدف الآن، الحديدة هي التي أصبحت على نستطيع أن نقول مرمى حجر لكي تتطهر من هذه الأصابة الكهنوتية. هذه الأصابة التي رزحت على قلوب ربما مواطني الشعب اليمني أكمله لمدة 3 سنوات، رزحت الرزح اليمنيين تحت نير هذه الأصابة طول هذه. طيب ما يتصور الجميع بإذن الله في غضون أيام سيكون هناك أيضا أخبار طيبة بأمر الله. نعم وسنحتفل بإذن الله. إذن سنكون معك دكتور الحديدة. سنكون معك في تواصل خلال الفترة القادمة لأي جديد بهذه المواضيع. دكتور عبد الرحمن أحمد ناجي مركز الإعلام العسكري، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف. أعود إليك باش مهندس أنور، وواحدة من قضايا الفساد المشهودة قضية شحنة الديزل التي أصروا على إدخالها رغم أنه كل الشهادة تقول أنها فاسدة وأنه هذا المادة رديئة جدا من حيث اللون، من حيث المواصفات إلى آخر ذلك، ومع ذلك لا زالت هناك من يدافع عن هذه العصابة. طبعا أولا أتقدم بالتحية أخي عبد الولي، أعتذر منك، ولكن أتقدم التحية للدكتور عبد الرحمن ناجي شريكي في كتيبة الإعلامية في ضمن قوة الحراس الجمهورية، وأيضا شريكي في الغرفة نفسها.
أتقدم له بخالص التحية والتقدير. نعم. نعم. ولجميع الأخوان. طبعا كما ذكرت الباخرة وليست باخرة أخي عبد الولي، ولكنها أكثر من 3 بواخر الملوثة التي أدخلت. كانت هذه البواخر كلها عبارة عن مخلفات ما تقوم البحرين بتكريره من نفط، قاموا باستيراده ومن عبر الفجيرة، يعني ما كان يتم تكريره من نفط في الفجيرة، ويعتبر طبعا مستحلب، يستحلب على أساس استخدامه كوقود للمصانع. طبعا للأسف تم إعادة خلطها في منشآت الحديدة. أصحاب براءة هذا الاختراع كانوا هم أحمد البيضاني الذي لديه أكثر من 3 شركات خاصة تابعة لهذه العصابة، وهو أحد تجار هذه العصابة، وهو معروف أحمد البيضاني، وأيضا عبد الله الوزير، والذي يعد أحد أهم تجار هذه العصابة أيضا، وشركاته التي يعني تستطيع أو تمتلك الكثير من الصلاحيات. هذه السفن التي أدخلت يعني وهي ملوثة للأسف تم خرجت أيضا. كان مدير الفرع الحديدة السابق أو المكلف الأستاذ القدير قيس القدسي، كان القدسي جلال القدسي كان مدير فرع الحديدة، مكلف بمدير فرع الحديدة، وقام أيضا بأخذ تقرير أو أصدر تقرير من بعدم صلاحية هذه المواد وعدم قبولها، ولكن للأسف تم قبولها عنوة، وتم أيضا إخراجه أو يعني الاستغناء عنه من فرع الحديدة وتكليفه أو إعادته إلى فرع تعز. طبعا أنور، إحنا نعرض هذا الوثائق كلها على الهواء الآن. نعم. للمشاهدين الوثائق تمتلئ أخي عبد الولي. نعم. تمتلئ. نحن نعرضها الآن على الهواء. نعم. هناك ما هي عن شركة الغاز، ما هو الفساد الذي حصل في شركة الغاز، هناك لدي الوثائق التي تثبت أيضا للأسف تماطل مماطلة قيادة شركة النفط والدائرة التجارية في شركة النفط عن إدخال السفن وتحميل التجار أيضا بغرامات كبيرة جدا ودامرة عالية جدا، ودخلت في أوامر قضائية بمئات الآلاف الدولارات، وللأسف تكبدتها وتحملتها الشركة وتحملتها أيضا خزائنة الدولة. ولا نعرف أيضا، أنا أستغرب أخي عبد الولي من الدور الرقابي ودور المحاسبة والرقابة أيضا ودور المكافحة الفساد وهذه الجهات المختصة بذلك، أين هذا الدور؟ أين دورها؟ هم بيرفعوا مذكرات، لكن في الأخير هذه الشحنة تمر، وهناك من لديهم صلاحيات هم ربما بس بيأخذوا بالأسباب، البعض يعني يرفع بس بمذكرة، وأنه هذا غير مطابقة للمواصفات لباب إبراء الذمة، ويتم قبولها لكنه لا يتحمس لمنعها. نعم، ويتم قبولها للأسف، يتم رفع بأنها مخالفة للمواصفات والمقاييس، ولكن يتم قبولها عنوة. ربما الفكرة أنه ابتزاز أكثر لهذا الطرف أو ذاك الطرف. لماذا عملية فساد مشتركة تستفيد منها عدة أطراف؟ لماذا أدخلت في هذه الفترة بالذات؟ لماذا أكثر من سفينة؟ لماذا توالت السفن خلال هذه الفترة فقط؟ نعم. نحن يعني برأيك لماذا؟ هنا السؤال، أنا أتساءل لماذا؟ هل هناك شيء خلفها؟ هل هناك من يقف خلفها؟ هل هناك تدمير أيضا للمصانع وتدمير أيضا لبعض المؤسسات أو أيضا تشويه؟ شركة آزال، أنا لا أستبعد أن تقوم شركة آزال. يا أخي العزيز، إذا كانت شركة آزال هذه حتى قواطر شركة حتى قواطر الغاز تخرج باسم شركة آزال، شركة آزال هذه أنا لا أستبعد أن تقوم بخصخصة شركة النفط وشرائها. يعني هذه واقعة ربما الجميع ربما لا يفهم أنه الحوثيين استحدثوا أجهزة وهيئات فضل، هي من تدير الشركات، هي من تدير المؤسسات، هي من تدير الوزارات، وهذه واحدة من الأمثلة، أنه شركة من خلف شركة النفط هي التي تدير كل العمليات. شركة تخرج يوميا يخرج لهذه الشركة ما يعادل 1 مليون لتر ما بين ديزل وبنزين. ما هي هذه الشركة؟ ما قوة هذه الشركة؟ ما سر هذه؟ من يقف خلف هذه الشركة فعليا؟ لماذا لا يتم البحث في خلف هذه المواضيع؟ أيضا قامت طبعا لأحد الشركات، قام مدير عام الشركة قام بمحاولة فرض كتابة شيك من قبل المدير المالي ونائبه،
ورفضوا توقيع هذا الشيك نظرا للمخالفة الموجود في الشيك، ولكن قام بإصدار أو بعمل إجازة إجبارية لهم وتكليف من يليهم للتوقيع على هذه الشيكات، وأيضا بالتخويف بأنه إذا لم يتم هذا سيتم إقالتكم وسيتم تعيين غيركم من أجل كذا. هناك تمرير مخيف جدا لهذه يعني المخالفات القانونية. هناك أيضا تقارير أخي العزيز أنا رفعتها أيضا موجودة لديكم، ربما أنتم عرضتموها على التلفاز الآن. هناك تقارير، التقرير أيضا الذي يختص بسبب الأزمة، وتقرير أيضا الذي يكشف الفساد، كشف الفساد أو وضح من يقف خلف هذه بالضبط الذي المقدم من اللجنة الاستيراد المكلفة من قبل مدير عام إرادة الإيرادات في وزارة المالية، والأخ وكيل وزارة الصناعة والتجارة وهو ممثل وزارة الصناعة. رفع هذا التقرير لمدير عام مؤسسة النفط والغاز، ولكن أيضا تم إخفاء هذه التقارير. نريد أن نعطي خلاصات عشان الوقت أنور. نعطي خلاصات للمشاهد والمستمع، ما الذي يجري فقط؟ الذي يجري فساد كبير بالمليارات. ما يحصل الآن هو استيلاء كامل على مقدرات الوطن وعلى إيرادات الوطن. للأسف كما يعني لا أعلم لماذا التغاضي، أكرر لماذا التغاضي من جميع الجهات الرقابية والجهات المحاسبة والجهات مكافحة الفساد، لماذا يتغاضون أو لماذا يتم إيقاف هذه الملفات؟ أين تذهب هذه الملفات؟ أنا سأقوم اليوم برفع بطلب أيضا بتثبيتها كأمر أو كبلاغ، سأقوم بتثبيت هذه التقارير التي تم إخفائها كبلاغات في النيابة. سأرسلها للقضاء وأقوم بتثبيت بلاغات فيها وسأتابع، فليتأكد هؤلاء القائمون على هذا الفساد بأنهم لن يستطيعوا التخلص من هذا الفساد مهما حدث، ولو هذه جرائم لن تسقط بالتقادم. سنتابعكم حتى وإن عدنا، سنعود نعم، وحتى وإن حدث أي حل سياسي، وحتى وإن توقف كل شيء وعادت كل أمور على طبيعتها، سنلاحقكم وسنتابعكم في المحاكم وفي الفساد، وسنأتي بكم إن شاء الله. إذن أنور، نفذت الميليشيا الحوثية حملات مداهمة لعدة مطاعم ومقاهم في أمانة العاصمة صنعاء بذريعة منع الاختلاط، وباتت تحرض على النساء والحريات بالتلميح أو التصريح في أكثر من واقعة. نتابع جريمة السرقة. أهلا بكم ورحب بضيفي عبر الهاتف الناشط السياسي عبد الملك اليوسفي. تعليقك